السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله مالح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم سكسو ديال الخفه والزربه بدون تعقيدات، والاهم من كل شيء ان السميده بلا ما كنبخرها كنديرها بواحد الطريقه زوينه بزاف، سهله وعمليه. وواحد النصيحه بالنسبه للموظفات غادي نقولها لكم، ناخذ واحد الكميه ديال الحموض، كندير اللحم، اللحم ديروه كثير قليل اللي بغيتي. كناخذ واحد طريف ديال البصله، غير طريف ماشي كبير بزاف، كنديرو هادي بعدا طريف ديال البصله كنصبيه، عاد من بعد كندير البصله باش ما كتنزلليش كتبقى باينه. بالنسبه للتوابل كندير واحد معلقه عامره ديال الخرقوم، معلقه ديال سكينجبير ما كنبغيش، ابزار، ملحه، عندي شويه ديال السمن ضروري للسكسو الا اللي ما تيبغيهش، زائد زيت الزيتون، زيت البلديه كندير انا ما كنقتصش في الزيت البلديه بالنسبه للسكسو، كنمرق مزيان لان الحمص كيبغي المرقه، الحمص كيشرب المرقه. اون بليس انا محتاجه هاد المرقه هذه المنبل، يعني بغيتها تبقى لي شي شويه، غادي نمرق بزايد وغادي نقفل عليه واحد الساعه المكانه 60 دقيقه. بالنسبه للخضره راه كندير الخضره اللي موجوده عندي في الدار، وكندير بلا كونتيتي اللي كتكال، انا بالنسبه لي الخضره ما تياكلو غير شي وليدات، يعني كنكثر غير البطاطا، كنزيدو غير شويه نلفت غير باش نقسم، المكور حتى هو ما تياكلوهش ما كنديروش. كنديرها الحمراء يعني ما كنقولوش على راسنا الاشياء اللي ما كناكلوهاش بزاف باش حتى حاجه ما كتشرب. عندي هنايا البصله مقطعه هكذا شمال، التوابل نفسها ما كنكثرش لان المرقه ديال اللحم يعني غير نستعملها في الاخر. طيب ديال السمن، شويه ديال الكسبره المعدنيه اللي عنده مربط يديرو، انا كنديرو غير مقطع ما عنديش مشكله، غير صافي هكا، و تنمرق غير شويه، تنمرق غير شويه ماشي بزاف، لان المرقه اللي كنستعمل هي ديال اللحم. هنايا السر ديالنا ديال السكسو هو انني كنقص على النار بزاف، كنقتل العافية وكندير الخضرة كلها دقة واحدة، شفتو كيف هاد التوابل هادو نحاول نهبطهم شي شوية لتحت ميبقاوش على الوجه، لأن مكيدوبوش بحال هاكا من صافي، نسى هي نهبطها للمرقة، وكنقتل العافية نوضة وكنغطي. السكسو تيخصو يطيب على وقت، ما خصناش نطيبوه حنا مذوبين باش يجي لذيذ. دابا الخضره غادي تطيب كلها دقه واحده، غنغطي عليها نخليها على الهيل، واللحم راه كيطيب كتشرب الغلية الخضره مزيان، كتشرب داك التوابل، ندير شويه ديال الحار، نسيت ما درتوش في الاول، الحار كيجي السكسو بنين يجيبو لذيذ. غادي ندير عاد الزيت البلديه، غندير غير شويه دابا ماشي بزاف، لان راه عندي زيت في المرقه الاخرى، زائد مطيشه، جوج مطيشات مسخونين، من الاحسن مطيشات تكون مسخونه انك تلبي لنا داك المريق صافي. ونسد بعد ما كطيب الخضيره وكيطيب اللحم، هاد المرقه هادي كنديرها فوق من الخضره وكنخليها كتغلي كتزيد واحد ربع ساعه باش كتشرب اللذه ديال اللحم مزيان، وكندوق الا كانت الملحه ناقصه كنزيدها. بالنسبه للسايه كناخذ البصله
كنشلط هكا قدات الى عندكم لعندكم بحال هاد الغط ديال لي شيب تعملوها يتصلح كل ما جات دقيقه كل ما مزيان. ندير الزبيب عندي هنايا انا 400 غرام ديال الزبيب غادي ندير واحد الكميه ديال السكر معلقه صغيره ديال القرفه نحركو لازم اننا هاد التفايه نديروها فشي حاجه اللي تكون غليظه وما كتشربش وما كتلصقش. انا عندي هاد المقله هادي ما كتلصقش ضروري لان تيخصها تاخذ وقتها في الطياب وما نديرولهاش الماء نهائيا. يعني داك الماء اللي كطلق البصله والماء ديال الغسيل ديال الزبيب راه كافي هذاك دابا. وغادي نغطيها ما عنديش نغطى هي سمحولي ما عنديش نغطى هاد المقله كنغطيها حتى بغطا المهم يرجع ليها الفوان ديالها. كنخليها على المهل واحد 20 دقيقه ملي كتعسل وكتنشف تماما كنحسو داك السكر بقى غير بوحدو. كنزيدو واحد المعلقه ديال الزبده هذا هو اللي كيعطيها اللمعان والزبده تكون حيوانيه من الاحسن. صافي كنخليوها كتذوب فيها كنعطيوها واحد 3-4 دقائق وكنطفيو عليها. السر ديال السميده هو سر رائع كنحتاج نهائيا نبخرها. كنحتاج هنا عندي 750 غرام ديال سميده السكسو البكيه. انا مستعمله سكسو داري راه ماشي اشهار ولكن هو اللي كيعجبني ما كيتعجنش. دايره لا كونتيتي ديال الملح اللي بغيت ودايره الطريف ديال السمن في نوبه وغادي نبلبلها بالزويته البلديه تقريبا واحد 60 غرام وغادي ندخلها فيها مزيان خاص داك الحبيبات ديال السميده يتلبسو. هذا سكسو سكسو داري هذا كناخد الماء غليان غليان كنضيفو عليه مقياس الماء مهم جهد الماء يتغطى يتغطى وداك الحبيبات كاملين. غادي نخلي الماء حتى كيتشرب مزيان مكيبقاش الماء يبان دوك الحبيبات كيشربوا الماء مزيان كيبداو كيبانو ناشفين من الفوق. وتنحرك لازم خصنا نحركو لان الماء هبط كله لتحت لتحتاني غادي يشرب الماء اكثر من الفوقاني. لا انا كنحركو بحال هكا باش كيطلع لي الفوق لتحت وتحت الفوق. نقدر نزيدو واحد القطيرات الا شتو ناشف تنحرك تنحرك تنسد نعوضو بحال هكا. والاهم اننا نغطيوه شي جبانه تكون عندها الغطايه ديالها نغطيوه بحيث الهواء ما يدخلوش ويبقى محافظ على السخونيه ديالو واحد المده ديال ما بين 15-20 دقيقه بحال هكذا. صافي من بعد ما كدوز المده كنحلوه كنلقاوه حبه على اختها ومازال سخون هو هذاك ما نزيدوه لا تبخيره لا ما لا حتى شي حاجه وما محببش محلول مزيان فيه السمينه ديالو وحتى اللذه ديالو تيكون لذيذ على داك السميده اللي كتبخر لان داك الماء ديالو تيشربو تيبقى فيه ما تيبقاش تيطيح منه تيجي لذيذ تيجي لذيذ على داك التبخار فوق الماء. هذه
هذه الطريقه سهله جدا، حتى الا كنتو باغيين تسيكو حتى الطريقه سهله. كتبخروا السميده في ظرف 20 دقيقه تكون عندكم واجد. في الماكله هاد السكسو تيجي مرمل، ما تيجيش معجن، تيجيش فيه داك الحبات ملاصقين، ولكن الكميه ديال الماء خصكم تحكموا فيها. صافي، غادي نصب السكسو ديالي بالطريقه العاديه اللي كلشي كيعرفها، ما كاينش شي حاجه اللي انا غادي نجرب الفيديو، غادي تشوفوا الصبان كيفاش داير. راه هذا السكسو ديال 5 ديال الناس، ما فيهش بزاف ديال لي زانغريديون. اما السكسو اللي على حقو طريقو ديال التفايا تيخصني عاد ندير لكم في حلقه خاصه. وطبعا كنرافقوه بالمريقه اللي كتبقى هنا. شوفوا المريقه كيفاش دايره، السر في لذة السكسو هو المهل، الخضيره خاصها طيب على المهل وتشرب داك المريقه ديال اللحم. بالنسبه لك النصيحه اللي قلت للنساء الموظفات، انهم في الليل ملي يجيو ينعسوا ياخذوا طناجر، يديروا طنجره ديال اللحم والحمص ويقيموها ويقفلوا عليها يخليوها، وطنجره ديال الخضره حتى هي يخليها يخليوها، ينوضوا قبل ما يكونوا غادي يخرجوا من الدار بساعتين ديال المكانه، يشعلوا على البوطه على الطناجر بجوج، كتكون كلشي منصوب ناضي، يعني غير كيشعلوا على البوطه وكيوجدوا الفطور ديالهم، كيوجدوا راسهم باش غادي يمشيو للخدمه، ما كيجيو يخرجوا للخدمه حتى كيكون كلشي طايب. وكيجيو مع كيطفيو كيجيو مع 12 كيلقاو كلشي طايب، كيسخنوا كيصبوا كياكلوا الطريقه ديال السميده، يصوبوها حتى يدخلوا للدار حتى هي سهله باش كلشي ياكل سكتو. حنا كنتشاوى وما كنلقاولوش الوقت. نتمنى انني نكون فدتكم في هذه الحلقه هذه. هذه هي النتيجه النهائيه، نتمنى يعجبكم السكسو ديال اليوم، وبالصحه وراحه.